ينضم إلينا من مومباي الدكتور شعيب خان الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور شعيب. وبداية لدينا بعض التفاصيل عن هذا المشروع، نريد أن نعرف المزيد منكم، وما أهم الأهداف برأيك؟ حسنا، إن هذا الربط كانت مبادرة سابقة في التاريخ، ولكن كانت هناك كثير من الوثائق والمستندات التي تقر بأهمية هذا الربط بناء على تحقيق التبادل الاقتصادي. ولكن خلال قمة مجموعة العشرين وخلال هذه المشروعات والمبادرات، الهند وربطها إلى أوروبا عن طريق الشرق الأوسط له أهمية كبيرة، وهذه تعتبر فكرة نميسة إذا ما تم تفعيلها، لأن هذا الربط يعتبر كالسبيل لتعزيز التبادل التجاري والتعزيز الاقتصادي أيضا، وسوف يغير حياة كثير من المواطنين في تلك المنطقة، وسوف يطرح المزيد من فرص العمل لكافة الدول التي تستفيد من هذا الربط. بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون هناك تهدئة وتخفيف من الأعباء في إيصال البضائع والأغذية وكثير من المنتجات الأخرى، وأيضا هناك كثير من الروابط التاريخية التي تتغير الآن. إذا ما نظرنا، أعطيكم مثالين فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي بين باكستان والهند. هناك كثير من الاستثمار لا شك في ذلك، ولكن بعض وجهات النظر المختلفة بين البلدين أيضا وضعت بعض العوائق، ولكن الهند لم تستثمر بالشكل الأمثل في هذا المسار. ولكن لابد أن يكون هناك بيئة سانحة لتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري. وأيضا روسيا مع الوضع في الاعتبار أنها تعاني من الكثير من العقبات والعقوبات الدولية التي تمنع وتحيل دين تنفيذ المزيد من التبادل التجاري معها. الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق المصلحة لإحدى الدول، ولكن الهدف الأساسي هو المصلحة المشتركة والعامة. وبالمثل، إذا ما كان هذا الرابط وهذا المسار له فعالية كبيرة، نعم بالطبع منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج سوف تلعب دورا حاسما في الربط بين أوروبا والهند وآسيا بشكل عام، ولكن هناك كثير من المنافع ربما تستفيد الشركات الأمريكية من هذه الربط أيضا، وباكستان من الجانب الغربي الكثير من الاستفادة للجانب الدول الغرب، وأيضا بعض الاستفادة إلى روسيا. ولكن الهند في هذا السياق تظل محايدة، لا يوجد أي تحيز تجاه أي مسار اقتصادي، ولكن هناك حاجة إلى تعزيز هذا الاقتصاد، وهناك تعاون أيضا لتحقيق النفع إلى بعض الدول مثل فلسطين وبعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. هناك مستقبل باهر ينتظر هذا الربط. بالطبع هناك بعض التوترات بين إيران وبعض دول الخليج، ولكن من خلال هذه المبادرات من جانب السعودية وإيران وأيضا بعض الدول الرائدة في منطقة الخليج لتعزيز هذه العلاقات الودية كان لها جزيل الأثر. نعم. من خلال هذه المبادرات، وبالتالي أعتقد وفقا لهذه الآمال والطموحات، أعتقد أن هذا الربط الهند متحمسة ومتأهبة تماما ومستعدة تماما لتنفيذ هذا الربط، ولا شك أنه سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف المشاركة وعلى كافة المدن والبلاد المشتركة. وإذا أيضا عند تحقيق النجاح، سوف يأخذ هذا المسار وقتا طويلا ولن نحصل على النفع منه على المدى القريب. سوف تكون هناك إحدادات وتنسيقات جديدة وإنشاءات أيضا من المخطط إرساؤها، لابد أن تكون هناك بنية تحتية مواتية لهذا المغزى بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة بالفعل. فبالتالي سوف ننتظر عندما يأتي ذلك الوقت ونرى في المستقبل كافة العوائد الإيجابية التي تحصل عليها الهند والدول المشتركة. وأيضا هناك كثير من الربط والتقارب مع دول الخليج بناء على هذا الربط، وأيضا هناك سياسات مطروحة مستقبلا لتعزيز هذا الربط. في
فيما يتعلق بتحقيق العلاقات متعددة الأطراف مع البقاء على الحياد والتوازن في العلاقات، حتى أن روسيا تحاول الشراكة في هذا الرابط، فبالتالي يمكن أن يضع كثير من الأهمية. ولكن يمكن أن نفكر ما موقف الأمريكاني من هذا الربط من خلال روسيا. لابد من أن نضمن أن كافة الإجراءات إيجابية ومؤثرة لتحقيق هذا الربط الفعال. طيب دكتور شعيب، سريعا أتوقف عند نقطة ذكرتها أنه الفائدة ستعم أيضا فلسطين، الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت هذه نقطة أثارها ضيفي في البداية، أنه من هي أطراف الممر؟ حتى الآن نعلم أنه الأطراف التي تم الإعلان عنها الولايات المتحدة، الهند، السعودية، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، لكن يعني المرحلة ما بين الإمارات والسعودية حتى تصل إلى الاتحاد الأوروبي لم يعلن كيف سيكون هذا المسار. فيعني طبعا تعلم كل الظروف المحيطة بالمنطقة، الظروف السياسية، فكيف ستعم الاستفادة في هذه المناطق تحديدا؟ كافة الأطراف المشتركة سوف ترى تاريخ العلاقات الناشئة بين هذه الدول، وبالطبع هناك الربط مع فلسطين وإسرائيل، ولكن بمجرد تحسين العلاقات بين البلدين، وإذا كان هناك حالة من العداء ربما تصبح حائلا دون تحقيق هذا الربط. لابد من تعزيز وضمان العلاقات الودية والاستقرار السياسي لتحسين وإرساء هذا الربط، حتى أن هناك كثير من المجالات في الهند لا تتسم بالسلم والأمن، ومثل بعض المناطق في كشمير وبعض المناطق الحدودية هناك الكثير من التوترات التي تقل من حجم الاستثمارات. ولكن فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط لابد من تعزيز الاستقرار السياسي لتحقيق هذا الربط، وبالطبع إذا ما اتخذنا الربط عن طريق الممرات البرية ربما نفكر فيما أي هي الطرق التي يمكن استخدامها. هناك بالطبع بعض البنية التحتية، وهناك نعلم ما يحدث في سوريا من توترات، ولكن حتى الأردن الأمر بخير ولا يوجد أي عوائق، ولكن ربما تكون هناك بعض العقبات في بعض الدول كما هو في الحال في الهند في منطقة كشمير. لابد أن توضع هذه الأمور في الحسبان. هناك أيضا بعض التوترات في تركيا وعدد من الدول المجاورة، وربما تؤثر على الربط بين الهند والشرق الأوسط حتى وصولا إلى بريطانيا، ولكن ربما تكون هناك حلول متاحة في الأفق. وبالطبع نحن لا نقول أنه سوف يبدأ فورا، ولكن هناك وقت لازم للإعداد الجيد حتى أن الحالات الاقتصادية والقوى الاقتصادية أمرا لابد أن نأخذ موضع الحسبان. ربما هناك الكثير من الأدوات في طاولة المفاوضات، ولكن العقوبات ضد روسيا تؤثر أيضا على هذا الرابط، حيث أن روسيا تتخذ ردود فعلا انتقامية ضد هذه العقوبات، وأيضا تضررت كثيرا القارة الأوروبية بهذه العقوبات المفروضة على روسيا. لابد أن يكون هناك توحيدا في الجهود وآراء مشتركة لتعزيز الهدف الأمثل، وهو تحقيق الربط الجيد من أجل تعزيز التوظيف وفرص العمل. لابد أن نرى كيف يمكن الاستثمار مستقبلا. بالطبع هذه الأطراف فرنسا والإمارات والهند مستعدين لتحقيق هذا الربط، حتى السعودية أيضا متأهبة لتنفيذ هذا الربط. هناك الكثير من العمليات الإصلاحية في الجبهات الاجتماعية والبنية التحتية في السعودية، فبالتالي هناك استعداد هائل في المنطقة لتعزيز هذا الربط، وهذا هو السبب الرئيسي والداعي الكبير للسير قدما في هذا المسار.